تايتنز ننتظر هذا اليوم منذ بداية العام. الليلة هي ليلة رأس السنة. مثل الليلة. أجل، سنحتفل. يا له من وقت ممتع. إلى أن تفسدوها كما فعلتم العام الفائت. كانت غلطتي، لم يكن علي دعوة الكلاب البرية للانضمام إلينا. لفعل هذا سيكون علينا التمرن. ريفن اشرحي. يتضمن احتفال رأس السنة المثالي 4 تقاليد يجب أن نتقنها. التحية. أنتم أشخاص مثل غير مقبول. ستارفاير ألقي التحية. كما نقول في تامران، جران جران جوبس. أهناك ما يسمى بالعد التنازلي؟ تعرفه يا بيستي، تبدأ من الرقم 10 وتعد حتى 1. لا لا أعرف، لا أعرفه أبدا. بالكاد يمكنني العد تصاعدا. إتقان لحظة منتصف الليل. ولما الأقلام؟ لترسموا الصديقة على يدكم وتجربوا الأمر عمليا. والآن تفضلوا، لا تشعروا بالخجل. يجب أن يكون هذا مثاليا. وها هي. أو رابن، لا أعرف إن كنت أستطيع الانتظار حتى منتصف الليل. أنا آسفة، لا أستطيع تحمل رائحة السمك والبصل. لماذا؟ بما كنت أفكر؟ لماذا أدمر نفسي دائما هكذا؟ مي مي مي. وهجو الشباب يرحل ولا لا يا. واو، أعجبتني نسختنا أكثر. ليلة رأس السنة. أعتقد أننا مستعدون لنقوم بتدريب سريع تنازلي. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. أجيد التعامل مع الأرقام. ستارفاير، جلسة منتصف الليل. عام جديد سعيد. عام جديد سعيد. الأرقام. هل ألقي المعايدات الآن؟ ماذا؟ مالا؟ لا لا لا، انتظريني. المعايدة، الخطاب، خطابي. هي ليلة رأس السنة، يمكننا تغيير كل شيء. العام القادم سيكون أفضل. هل أنتم مستعدون؟ نعم. أجل. أجل، هيا. حان الوقت لنمسك زمام الأمور بأيدينا المبقعة ونزور المسؤول عن الحلقة اللانهائية من لماذا دخلتم منطقتنا أيها الأبطال؟ نريد عاما جيدا ولو لمرة. غير ممكن، مشاهدتكم وأنتم ترتكبون نفس الأخطاء عاما تلو الآخر أمر ممتع. رقوا. ماذا تنتظرون؟ هيا اقضوا على الطفل. أنا لن أقاتل طفلا. لن تجدوني سهل الهزيمة أيها الأبطال. استمتعوا بعامكم أيها الأبطال. أجل، لقد نجحنا. ولا لا يعود، لكن القلب يبقى شابا مليئا.